عطني عنوان صفحة 27 يم حايل. أنا قريت الفهرس وشدنا الاسم وماني متعد القصيدة هذه. هذا يم حايل يا الربع من قال سالم. أنا كلكم تدرون يا الربع أني كنت عسكري قبل وهذا كان والله لي الشرف. كان رفيجي شمري عليكم جود. ولا كانت عندنا إجازات طويلة وقتها مرتبطين وقتنا بدوام. هو يدق واد عمي قال يا ولد يا ولد طاح المطر. قلت وين؟ قال بحايل ورا حايل. حايل والشملي والشنان قال يا ولد المطر. أديرها أبشرك. قلت وأنا التفت الرفيد الشمري. قلت يا صاحبي لاحت بروق ومخايل. ما شفتها لكن جاني خبر. عديار شمر مع عديار ابن وائل جاه المطر سيل سيول الغمر. صح عليكم زود. يا صاحبي لاحت بروق ومخايل ما شفتها لكن جاني خبرها. عديار شمر مع ديار ابن وائل جاها المطر سيل سيول وغمرها. يلا سرينا اليوم لديار حايل لاجل المطر واللي بحالي كفرها من غيبته يا صاح والدمع سائل والروح رب الروح عندها خبرها. بمشي لهم والقلب للقلب شايل شو قوله واقول هذه ثمرها هذه ثمر البعد هذه دلائل وطلبك ترحب عين هلت مطرها. سلامتكم. ما هي ذي القصيدة المطلوبة؟ توي هذه حقت بندر. بندر توي افطرت علي وانا جالس عندها العنوان.